بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجافا انترفيس، كانت مسألة جميلة وبسيطة وحلوة الحمد لله حليناها. نخش على المسألة اللي بعديها، وزي ما قلت لك كل مرة بسيب لك لينك المسألة تحت في الديسكريبشن. مسألة المرة دي اسمها جافا ميثود اوفررايدنج. طبعا لازم تكون عارف يعني ايه اوفررايد. لو عندك فانكشن يعني ايه تعمل لها اوفر رايد؟ بعمل لها اوفر رايد لو انا عندي كلاس وعامل مثلا منه اكستند، فعملت اوفر رايد على الكلاس او على فانكشن موجوده في الكلاس الاول، فبستخدم الفانكشن الموجوده في الكلاس الثاني بنفس الامبلمنتيشن بتاعها. لا مش فاهمين، هقول لك يعني ايه مش فاهمين. مش حضرتك المفروض تكون عارف ده يا عم؟ ولا يهمك، تعال نشرحها بالراحه. هخش عليها. هنا بيقول لك انت عندك كلاس اسمه سبورت، في فانكشن بترجع سترينج اسمها جيت نيم بتريتيرن الجمله دي، وعندك فانكشن فويد اسمها جيت نمبر اوف تيم ممبرز بتطبع الجمله دي. اذا عندي فانكشن بتعمل ايه؟ فانكشن بتطبع او بتريتيرن، قصدي بتريتيرن الجمله دي، وفانكشن تانية بتطبع جمله. حلو. بيقول لك عندك كلاس اسمه سكور بيكستند من السبورت. اذا عندي الكلاس اللي اسمه سكور بيكستند من السبورت، اذا دول اكنهم ايه؟ موجودين هنا. تمام. اذا المفروض اعتبر نفسك مش شايف ديت، اعتبر دي فاضيه. اذا المفروض ده عامل اكستند من ده، اذا لو رحت عملت اوبجكت من ده وناديت الفانكشن اسمها جيت نيم هيطبع لي ده. لو عملت سكور دوت جيت نمبر اوف تيم ممبرز ايه؟ يطبع لي ديت. صح؟ انا بتكلم دلوقتي لو عملت اوبجكت من السكور وناديت اي فانكشن من ديت، لان انا عامل ايه؟ اكستند من السبورت. تمام. حضرتك دلوقتي قال لي في السكور انا مش عاوز الجيت نيم ترجع لي ده، انا عاوز ترجع لي حاجه ثانيه، فعملت عليها ايه؟ اوفر رايد. اوفر رايد يعني اعاده كتابه، بعيد كتابه الفانكشن، بس لازم تكون بنفس الريتيرن ده طيب ونفس الاسم عشان يقدر يعرف ان انت عملت اوفر رايد عليها. بتقول له مش عاوز ديت، وعاوز اعمل فانكشن بنفس الايه؟ عاوز اعمل فانكشن بشكل ثاني بنفس الاسم بنفس الايه؟ الريتيرن. بترجع لي جمله ثانيه اهي. كل الفكره انه بيقول لك عاوزك تعمل اوفر رايد على الفانكشن ديت، بس تشيل الان وتحط مكانها 11. حلو. هنزل تحت في الكود اهو، وده ايه؟ المين. طبعا هنا مالناش دعوه بس بالمين دلوقتي، خلينا هنا عندك الكلاس اللي اسمه سبورت اهو والتو فانكشن دول. حلو. عندي عمل اوفر رايد، خد دي اهي كوبي حطها بيست، وحط فوقاها اد اوفر رايد، ودي طبعا كي وورد بتتحط فوق الفانكشن اللي انت عملت عليها اوفر رايد، وطبعا دي مهمه تحطها لانك لو ما حطيتهاش ممكن يطلع لك ايرور. تمام. قال لك عاوزك تعمل اوفر رايد على ديت، تمام، وتشيل الان وتحط ايه؟ 11. لو جيت هنا في الرايد اوفر ريدن كود بتاعك اهو، هحط نفس الفانكشن هي هيها، بس هشيل الان واحط 11. اذا انا كده عملت اوفر رايد على الفانكشن ديت بنفس كل حاجه، بس شلت الان وحطيت 11. عاوز اطبع يا عم بدل الان 11 لما اعمل اوبجكت من السكور وانادي الفانكشن ديت، مش عاوز انادي ديت يا عم، انا عاوز انادي الفانكشن ديت بشكل تاني، فعملت عليها اوفر رايد بحيث لما يجي ينادي ينادي الفانكشن ديت ويستغنى على ايه؟ عن اللي فوق. لو جيت تعمل ران كود يعني كله تمام، بس المفروض كافضل يعني تعمل ايه؟ تاخد الكلمه ديت تحطها ايه؟ اوفر رايد هنا. تمام. حلو. طبعا هنا في المين لو حد حابب الشرح، عمل اوبجكت من السبورت واوبجكت من الكلاس، فعمل سي واحد دوت جيت نيم كده هيروح على السبورت اللي هو ديت، وهيطبع ايه؟ طبعا عمل ايه؟ سي واحد دوت جيت نيم، فهيرجع له ايه؟ هيرجع له ديت لان عامل اوبجكت من السبورت. تمام. وعمل سي واحد دوت جيت نمبر اوف تيم ممبرز، فهيروح هنا ويعمل ايه؟ ينفذ ديت. تمام. السكور اللي هو الاوبجكت الثاني راح قال له سي 2 دوت جيت نيم، السكور اهي عامل اكستند من ديت، اذا وات از دول. تمام. نادى جيت نيم هينادي ديت ولا هينادي ديت؟ لا هينادي اللي فيها. ليه؟ لان انا عملت اوفر رايد، عملت اعاده كتابه الفانكشن ديت، لان انا هستخدم دي مش عاوز استخدم ايه اللي فوق. لكن لو دي مش موجوده بيروح يستخدم ايه اللي فوق، وكذلك في الايه؟ في الجيت نمبر اوف تيم ممبرز. سبميت كود، كل حاجه تمام، مفيش اي مشكله وكله تمام، 10
العشرة. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.